هو كلمة المبادرات ولا للتعصب ده، هو أنت بتكلم مين؟ بتكلم الجمهور؟ الجمهور ده آخر واحد تلومه. الجمهور ده بيتلقى من مسؤولين وبيتلقى من إعلام اللي لازم يخليه يتجنن، اللي صحيح. لازم يخليه يفقد الثقة في كل شيء. أنت بتزور التاريخ وبتقدمه له من غير ما حد يدافع عن هذا التاريخ، دي مسؤول. بص طبعا أنا متفهم الدوافع النبيلة والإنسانية والسياسية لمعالي وزير أشرف صبحي إنه يعمل مبادرة، لكن هو أهم من المبادرة القرار. أنت في مركز متخذ القرار، حارب الشذوذ والخروج عن الخط، حارب الدعوة إلى الفتن، حاربها، حاربها بقرارات، احجب هذه الظاهرة أو هذه الظواهر أينما كانت، هنا هنا هنا. هو ده اللي يخلي الناس تحس ان في موضوع بجد ضد التعصب. التعصب مش ان انا، هو احنا لما نقعد نغيظ بعض ونحفل على بعض، انا بقول لك في اتنين اصحابي ينزلوا يلعبوا دوم، انا واحد يموت التاني في الاخر عشان بيغيظوا، مش عشان حاجه تانية، مش عشان المشروب اللي خسره. يلعبوا كوتشينه ويطرق على البصر على قرطه ويقول له مش عارف خد واشرب لما جننه. هذا كلام فارغ لا يرضي إلا غرور الحمقى، ولا يرضي إلا نفوس المرضى. يا جماعة التحفيل خليك أنت وصاحبك وبتاع في أوضة مغلقة، إنما يبقى كل همنا من الرياضة إزاي نغيظ بعض من قبل الحدث، من قبل الحدث. الناس شايلة هم، طب الناس شايلة هم بكرة ليه؟ أنت فاهم إن شايلة هم بكرة عشان الترتيب وعشان مش عارف. طبعا ده جزء لأنه بيستخدم في تزوير في الاخر الحقائق او في تغييرها، بلاش تزويرها، لكن الاهم من كده عشان شايلين هم اللي هيحصل. ايوه الخسران شامي اللي هيتحفل عليه بيه. هو انا لما اكون كسبان وبمنتهى العزه اروح واخد الخسران تحت باطي واقول له والله العظيم انا اللي كنت موافق، انت برافو عليك النهارده، ايه الرساله اللي ممكن نديها للناس؟ هو ده. هو الناس لما تقول لك اعمل ممر شرفي للفائز، هي بتغيظ الخسران ولا بتبين ازاي انا قوي لدرجه ان اتحمل مراره الخساره، ان انا اهني نتيجه محتمله؟ اصل دي احد النتائج اللي في الرياضه اللي لازم وانا بلعب مهما كان مستوايا ابقى متوقع انها قد تحدث. ايوه لا هي بالارقام ولا هي بالمستويات ولا بالتوفيق الذي اصبح في ايد ناس كتير جدا، مش في ايدك لوحدك. في ايد حكم، في ايد عارضه، في ايد فار، في ايد حاجات كتير جدا. قرار احنا رابطين كل شيء بكرامتنا ليه؟ ده في الاخر لعيبه بتوفق، وانت يا سيدي عندك لعيب من حقك تشوف احسن واحد، لكن مش من حقك انك تشوف التاني اللي قدامك اسوأ واحد. ليه؟ ما سيبنا استمتع بلعيبي واستمتع انت بلعيبك. هو احنا خسرانين ايه؟ صحيح. انا عايز اعرف، وانا لما بكسب وببقى سعيد ما افرح بلعيبتي وهو يفرح بلعيبتي يقول انا عندي احسن ناس في الدنيا؟ طبعا. هو انا لما اكون في عيله واقول انا سليل النبل والشرف، جاري يتضايق مني في ايه؟ ما انت كمان سليل النبل والشرف. احنا عايزين ناخد، هي دي مش المبادرات، هي دي الثقافه التي تقضي يا استاذ ابراهيم على التعصب. فالانسان ظالم لانه اللي بياخد سكه الشقاء. والفلاسفه في العصر الحديث لما قالوا الجحيم هو الاخرون اختزلوا كل الليله في الجمله العبقريه البالغه الدلاله. هو فعلا الاخرون لما لو الاخرون دول طيبين وبيطبطبوا حد هيزعل؟ مفيش مشكله، مفيش مشكله، هيزعل من نفسه مش هيزعل من حد تاني. انما يقعد يشكك في كل كلمه وكل صغيره، لما توصل ان انا اشكك في 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 في, في مسحات بيعملها الاتحاد الافريقي، يعني حاجه، ايه الجنون اللي احنا فيه ده؟